بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث إن شاء الله في المحاضرة الثالثة من مساق Lab Management and Quality Control. في المحاضرة السابقة تطرقنا إلى الـ Problem Solving Skills وذكرنا بعض البنود الخاصة بآلية وإنجاز حل الإشكاليات في إدارة المختبرات الطبية. اليوم احنا حنتكلم عن جزئية جديدة، لكن هي تتعلق لسه في الإدارة، طبيعة إدارة المختبرات وكيفية إدارة المختبرات والمهارات اللي ممكن يعني يتمتع فيها المدير أو القائد للمختبر في طبيعة إدارته للمختبر نفسه. العلم الإدارة بيقول لي إنه في هناك العديد من الأنواع القيادات اللي موجودة بين البشر، واللي بينطبق على المؤسسات الأخرى ينطبق على إدارة المختبرات في هذا الجانب. يعني مدير المختبر الصفات اللي ممكن يتحلى فيها ممكن نلاقيها في صفات مدير شركة أو مدير مصنع أو أي حتى مدير مدرسة أيا كان، أو وزير مثلا وما إلى ذلك. هناك العديد من الأنواع والستايلز المدراء في طريقة نهجهم في إدارة المؤسسات أو المختبرات الطبية. النوع الأول من القيادات اللي هي الأثوريتيريان، هو الشخص اللي بيكون له صفة ديكتاتورية، قليل جدا ما يعني ينتبه ويقدر ويعظم آراء الموظفين اللي عنده. بيقول لي هنا this manager view himself as a central authority، هو بيشوف نفسه هو مركز السلطة ومحور السلطة ومحور اتخاذ القرار. more knowledgeable، هو بيشايف نفسه انه هو يعني اكثر معرفة وفهما وذكاء من باقي الستاف اللي بيشتغل معاه، لأنه هذه كلها صفات الدكتاتور، سواء كان من رئيس دولة حتى رئيس مختبر. هو بيشوف نفسه مركز القرار، هو بيشوف بشايف في حاله إن هو الأكثر نوليدجبل، أكثر معرفة وأكثر ثقافة وأكثر ذكاء من باقي الناس اللي حواليه. هو الصورة الكبيرة في المختبر. بقول لي his communication is one way down، دائما التواصل مع الناس اللي هو تواصل فوقي، يعني القرارات بتيجي تطلع من فوق من عنده وبتنزل لتحت، ما فيش تواصل من تحت لفوق. ايش يعني ما فيش تواصل من تحت لفوق؟ يعني ما فيش استماع لاراء الناس اللي عنده بيشتغلوا تحت ايده، فيش استماع للنواب او استماع للناس الميدانيين. فالاستماع والكوميونيكيشن بيكون بس باتجاه من فوق إلى الأسفل، ولا يكون بالاتجاهين. بيلت الاتنشن اوف ذير ايدياز، ما بيهتمش في الأفكار والاقتراحات اللي بتخرج من الناس الميدانيين. بروبوزلز اور سجستشن فور الترناتيفز، ما بيهتمش في الأفكار اللي بيطرحوها والحلول لبعض المشاكل في الميدان، لأنه هو بيرى نفسه هو الصورة الكبيرة اللي يجب أن يكون الكل يتبعها ويسمعها ويطبقها. هذه الصفات الأثوريتيريان ليدر، وهو الشخصية الدكتاتورية التي لا تستمع إلى الآخرين ولا تعير اهتماما ولا احتراما لآراء الناس الثانية. التواصل دائما من الأعلى إلى الأسفل، الأسفل ما فيش تواصل من الأسفل إلى الأعلى، وفي نوع من احتقار وتقزيم آراء الناس، لأنه هو بشوف نفسه أكثر ذكاء وخبرة وثقافة من الناس اللي حواليه. طيب هذا ستايل من الليدرشيب. عندما نتحدث عن الإدارة بالطريقة الدكتاتورية، هذا طبعا بينتج عنه العديد من المشاكل، والمشاكل هذه بتأثر على سير العمل بطريقة ممكن تكون خطيرة في المختبر. منها انه القرارات بتكون كفاءتها منخفضه، لانه هي قرارات طالعه من شخص واحد، هو ما اخذش اراء الناس اللي حواليه، وبالتالي لم يشاركهم في ارائهم وعقولهم، هو بياخذ قراره لوحده، وبالتالي النوعيه والجوده تبعت القرارات اللي بتطلع
مش بالضرورة تكون يعني عالية، وإنما في بعض الأحيان بتكون فيها هبوط في المستوى وأخطاء كبيرة قد تتسبب في إشكاليات كبيرة في المختبرات. المشكلة الثانية الناتج عن طبيعة الإدارة الدكتاتورية، إنه الموظفين لأنه مفروض عليهم هذه القرارات فرض ولم يؤخذ بآرائهم ولم يؤخذ بنصائحهم، فبيكون القرارات الأكسبتنس لهذه القرارات بتكون قليلة، والكوميتمنت برضه بتكون قليلة، الالتزام والقبول بهذه القرارات بيكون إلى حد ما مش كتير محترم بالنسبة للموظفين، وبالتالي هذه القرارات اللي بتطلع من الإدارة العليا لا تلاقي القبول والتطبيق الكافي المطلوب من طرف الموظفين إذا ما كانوش راضين طبعا عن هذا القرار. least concern for value factor، ما بتكونش القرارات الناس بتهتم فيها من باب إنه هي إلها قيمة، وهذه القيمة ممكن تكون قيمة تطويرية للمختبر أو إنها قيمة تطويرية لطبيعة العلاقة ما بين الموظفين وبعضهم، إنما القرارات هذه بتكون القيمة أو الفاليو تبعتها ما بتكونش كبيرة عندهم، لأنها بتكون جاية بالفورس وجاية بدون أخذ آرائهم أو بدون احترام لآرائهم أو مشاعرهم. وبالتالي البنود الثلاثة هذولا بنود يعني ممكن يعني تحمل في طياتها خطورة على طبيعة الحياة والشغل والإنتاج في هذه المختبرات، لأنه الأمور يعني بشكل عام هي بتكون فرض ولا مجال للمناقشة ولا مجال لتغيير الرأي، وبتكون يعني زي ما حكينا الأكسبتنس والكوميتمنت بتكون قليلة، وما بتكونش القرارات ذو قيمة عالية لدى الموظفين، وطبعا ناهيك عن الأخطاء اللي ممكن تكون ناتجة عن قرار خاطئ لأنه هو الليدر ما بياخدش آراء الناس اللي حواليه. النوع الثاني من الليدر شيب اللي هو الديمقراطي أو ديمقراطيك ليدر شيب. السوبرفايزر أو المانجر الديمقراطي هذا بيكون بيحاول انه يصل الى القرار بالماجوريتي فوت. طبعا هذا بيختلف عن الدكتاتوري، هذا الليدر بيكون بيحاول انه يعني يتخذ القرارات اللي هو بيرغب في اخذها بطريقه الماجوريتي فوت، التصويت بالاغلبيه، وبالتالي هو لما بيكون شايف انه في قرار يعني يصلح انه يتم تطبيقه قبل ما ياخذ قرار نهائي بينزله على التصويت بين الموظفين، طبعا بعد ما يشرح لهم اللي هو ليش يعني بفضل هذا القرار وايش الظروف اللي خلته ياخذ هذا القرار، وبالتالي بعد ما بيشرح لهم بقول لهم ايش رايكم، احنا بدنا نعمل تصويت والاغلبيه اللي بتقول او لا نمشي على راي الاغلبيه. He does not pull the staff to determine the decision، هو ما بيجبرش الستاف انه هي يعني تاخذ بالقرار تبعه بالقوه، but he personally make the decision after taking straw vote، بياخذ القرار بعد ما ياخذ التصويت بالاغلبيه، يبقى هو القرارات اللي بياخذها بالغالبيه القرارات بتكونش يعني بالفورس وبتكونش بالاجبار والاكراه، وانما بياخذ القرار بعد ما يصير في straw vote، والأغلبية هي اللي بتحدد إنه يتم أخذ هذا القرار أو لا أو تعديل عليه أو ما إلى ذلك. طبعا بالتأكيد إنه في الحالة هذه الأكسبتنس والكوميتمنت لهذه القرارات من خلال الستاف الموجود حيكون أفضل من القرارات الدكتاتوري، لأنه هم تم مشاركتهم في اتخاذ هذا القرار وتم احترام آرائهم، وبالتالي نسبة التزامهم وتقديرهم واحترامهم لهذه القرارات بيكون طبعا اعلى من الاثوريتيريان ابروتش. الاشكاليه هنا انه التايم تيكن فور ديسيجن ميكينج ويل بي لونجر، بالنسبه للديكتاتوري كان من السهل جدا وقرارات سريعه وبتنزل للميدان والميدان بيطبقها، فالوقت اللي بتاخذ فيه القرارات هذه حتى يتم تطبيقها بيكون قرار الوقت قصير جدا.
كده نتكلم عن الطريقة الديمقراطية هتاخد وقت أطول، لأنه فيها حيكون شرح للناس إيش المحاسن والمساوئ، إيش الظروف اللي تم فيها أخذ هذا القرار، وبالتالي هذا الكلام طبعا حينتج عنه دي تصويت، وتصويت طبعا حيكون في عملية وشغلانة، وبالتالي اللي من disadvantages لهذا الستايل من الإدارة إنه القرار اللي يتم أخذه بيستهلك وقت أطول من الأوثوريتيريان ليدرشيب. الليدرشيب ستايل شير ايدياز ويز سبورديناتس، طبعا هذا يعني من خواصه من صفاته انه هو بيشارك الافكار مع الناس اللي بيشتغلوا تحت ايده. موتيفيتس، هو مشجع ومحفز، الطريقه هذه مشجعه ومحفزه لانه بياخذ فيها اراء الناس والناس بتشعر انه هي شريكه في القرار. Guides and control، هو بيقود وبيتحكم بطريقة أفضل في عملية العملية الديمقراطية في اتخاذ القرار، لأنه الإشي المفروض يكون acceptance للغالبية. One of the most effective leadership style، نوع أكثر طريقة فعالة وناجعة في leadership styles، لأنه في عنا لسه حنمر على styles تانية، وقول إنه هذا الطريقة الديمقراطية هي أفضل طريقة وأنجع طريقة. لكن إحنا يعني في آخر المحاضرة عندما نتكلم عن الأنواع الليدرشيب حنكون إن رأي آخر بالنسبة للستايل الخاصة بالليدرز، لأنه كل منطقة وكل بلد إلها ما يناسبها، مش بالضرورة اللي بيناسب بلد A لازم يناسب بلد B وهكذا، ويعني هذا كلام فيه له تفصيل في قدام. النوع الثالث من الليدرشيب اللي هو الكونسنسس. الكونسنسس يعني انه هذا الرجل توافقي، هذا الرجل يعني لا يكتفي بالمجوريتي فوت انها تكون هي الحكم في اتخاذ القرار، بل يسعى انه يكون الجميع متفق على نفس الرأي. وهذه مسألة يمكن يكون فيها صعوبة، انه يعني احيانا بتجد انه صعوبه انك انت انه جميع الموظفين يتفقوا على راي واحد ويجمعوا على اجماع. هذا الرجل يعني يسعى الى الاجماع وليس الى الغالبيه في التصويت. الديمقراطي بياخذ براي الاغلبيه، الكونسنسس هذا رجل توافقي يسعى الى الاجماع، والاجماع طبعا بياخذ وقت اطول من العمليه الديمقراطيه، لانه بده ينزل على الميدان ويقنع فلان وعلان، وهذا طبعا الشيء يعني تايم كونسيومينج بشكل اكثر واطول من الديمقراطي حتى. وبالتالي من العيوب الكونسنسس انه هي بتاخذ وقت طويل وجهد في اقناع الناس، وهذا اذا انت قدرت تصل الى الاجماع. يقول لي هنا المانجر works hard at getting all stuff لاحظ all stuff to at least partially agree with decision. Avoid arguing his own view point، هو بيبتعد عن إظهار رؤيته الخاصة فيه ورأيه، هو بيترك الموضوع للستاف اللي عنده. All staff members encourage to voice their opinion، طبعا هو بتشجعهم على إنه الكل يدلي برأيه. Manager see these differences as help not hindrance، هو شايف إنه الاختلافات بين الستاف هي يعني إيجابية وليست سلبية. هي avoid majority vote، وما بروحش ما بسلك السلوك majority vote اللي بسلكها الديمقراطي، وإنما هو بيسعى إلى الإجماع. This will yield the highest quality decision، طبعا بالنسبة للquality decision هي أعلى من الquality decision للديمقراطي، وهي أعلى برضو من الأثوريتيريان. ليش؟ لأنه هو استطاع أنه يأخذ الموافقة بالإجماع، وطبعا الموافقة بالإجماع معناته الكواليتي للديسيجن بيكون أعلى، الأكسبتنس بتكون أعلى، الكوميتمنت التزام بيكون طبعا أعلى من النوعين السابقين. لكن العيب الوحيد اللي هو أنها بتحتاج إلى وقت وجهد أطول من الديمقراطي، وبالتأكيد أطول من الأثوريتيريان. يبقى الكونسنسس هو رجل يريد أن يكون يحصل على الإجماع بالموافقة على القرارات الهامة،
هو من بيبتعد عن إظهار رأيه، يترك الأمر للموظفين، بيحاول يقنعهم وياخذ موافقة بالإجماع. طبعا بالإجماع هذا بالرضا، مش إجماع بالديكتاتورية، لا إجماع بالرضا، إجماع حقيقي. هذا بياخذ قلنا وقت، وطبعا لكن من محاسنه انه هو القرارات بتكون متقبله ويتم تطبيقها بشكل اكبر من الديمقراطي والاثورتيريان، لانه الاتم اخذها بالموافقه بالاجماع، وبالتالي الكل راضي والكل مبسوط من الاستاف. الليزي سفير اللي هو النوع الرابع من الليدرشيب، ليزي سفير هذا يعني زي ما انتم شايفين في الصوره، هذا رجل تارك الامور على ما هي عليه، مهمل، مش يعني احنا بنقول ببلد شارب دماغه، مش مهتم كثير في الشغل، تارك الامور للاستاف، هو ما بتعبش حاله، هو يعني ماخذ المنصب برستيج وما بتعبش نفسه وبيجهدش نفسه، لا هو ديكتاتوري ولا ديمقراطي ولا كونسنسس، وكيف ما تيجي الامور بتمشي معاه. اللي بيقول المانجر ابديكيت فروم هيز ادمنستريتيف ريسبونسابيلتي، هو بيبتعد عن القيام والاخذ بمسؤولياته، اللي ما بيقومش بالمسؤوليات تبعته ومريح دماغه. هي سيز هيز رول از ميرلي انبوتينج انتو ديسيجن بروسيس، نادر ما بيتدخل في اتخاذ القرارات، ما بياخدش، طبعا هذا الكلام اما لضعفه او لضعف شخصيته او لضعف ثقافته او لضعف ادارته، او هو يعني مهمل، طبيعه شخصيته مهمله. هو ما بيبتعد عن السبورتيف ايفورت، لكن بيسيب الموضوع لمين؟ بيسيب الموضوع للاستاف، بيترك موضوع التخطيط والتوجيهات والكنترول بيتركها للاستاف، هو اللي بيدبر حاله، والاستاف طبعا بيكون عارف له، وتمشي الامور يعني بين ذلك بطريقه ما. بتكون الاستاف بعد فتره من التعامل مع هذا الليدر بيكون عارف انه هذا ليدر يعني ليز سفير، هو يعني مش مدور، مش سائل، وهو يعني رجل لا مبالي، وبالتالي بيبدا الامور ياخذوا على عاتقهم، وهذا الامر طبعا يعني ينطوي على مخاطر. If a quality decision is reached, it will usually because of the presence of informal leader. إذا في نجاح في المختبر بوجود مثل هذا النوع من القائد، هذا بيكون لأنه موجود في الخلفية قائد آخر في الميدان هو اللي بترجع الأمور، وهذا دائما يعني بيكون موجود في حالات موجود ليزي سفير من القيادات. تلقائيا تنتج وتخرج قيادات طبعا خلفية informal leader، وهي اللي بيلجأ إلها الاستاف، وهي اللي بتمشي الأمور بطريقة غير رسمية، يعني informal يعني غير رسمي، وبتمشي الأمور بالطريقة هذه، وهو بيعلم الليدر اللي هو ليزي سفير ليدر إنه في قائد يعني ميداني غير رسمي، هو اللي بيدير الأمور، هو اللي بيخطط، هو اللي بيسوي كل حاجة، وطبعا لكن الأمور مش بطريقة رسمية لكن بتمشي بهذه الطريقة. Most staff member will fault the manager for doing this approach and not feel satisfied with the process. الستاف ممبر يعني بيفشلوا إنه هم يجعلوا إنه الليدر يعني يقوم بمهامه. بالضرورة إنه يكون في كل المواقع والمؤسسات إنه يطلع في informal leader، أحيانا بتكون الفوضى هي سيدة الموقف، ممكن ما يكونش في informal leader والمدير لازال هو يعني على صفته الليزي سفير، وبالتالي بتكون الأمور يعني بشبهة نوع من الفوضى وعدم الانضباط، وهذا طبعا احنا أحيانا كتير بنشوفه في بعض الأماكن الإدارية، وبنلاحظ انه فعلا المدير بيكون ليزي سفير، وبالتالي بتكون الامور يعني مش منضبطه، وبصير في ترهل وظيفي، وطبعا الخدمه اللي المفروض تقدم الى المواطن بتكون خدمه سيئه في هذا المجال. هنا في عندي الرسمه هذه، هنا بقول لك الاوتوكراتيك او الديكتاتوري بقول للناس اللي حواليه دو اكس،
يعني هو ما بياخذش راي حدا، هو بيقول له في عندنا قرار اسمه اكس، دو اكس يعني سوي اكس، ما حدش يناقش. الليز سفير اللي تسايب الامور للثاني بيقول لك دو اكس اور واي يو از يو فيل ات، يعني هو سايب لك الموضوع، هو مريح راسه وبيقول لك دو اكس اور واي. الديمقراطي بيقول لهم ويتش از بيست اكس اور واي، وبالتالي اللي بيقولوا عنهم هم هو لاحظ انه السهم في الحالتين اللي هنا بينزل من فوق الى اسفل، من فوق الى اسفل، لانه هم هذا بيقول لهم الامر لكم، هي عندكم اكس وهي واي، خذوا اللي بدكم اياه، وبالتالي فيش تقدر يراجع، هم خلاص اخذوا القرار وعارفين هذا ليدر نايم. الديمقراطي لاحظ انه السهم طالع وسهم نازل، وبالتالي هو ايش بياخذه بيدي مع الاستاف اللي موجودين معاه، فيش عنده مشكله. الان حكينا عن الليز سفير والكونسنسس والديمقراطي والديكتاتوري، يبقى هما الاربع انواع من الليدرشيب ستايلز اللي احنا ذكرناهم من بدايه المحاضره، وقلنا انه احنا لدينا اربع انواع. يبقى ما فيش شخص بيخرج عن هذه الانواع الاربعه، والناس اللي ماسكه المختبرات يعني هي بتكون واحده من الانواع الاربعه المذكوره، ويمكن نوع يعني يطغى اكثر من شخص اخر، لكن هي هذه الانواع الاربعه. طيب الان نرجع للسؤال اللي احنا ذكرناه في البدايه، انه من هذه الستايلز افضل، احنا بدنا نختار مين؟ لو احنا بدنا نختار يعني الليدر اللي يكون على اي ستايل هو افضل للمؤسسه. بقول لي no single decision making approach is best for all situations، هو الإجابة إنه ما فيش طريقة واحدة ثابتة وتصلح في كل الأحوال. بمعنى إيش؟ بمعنى إنه في بعض الحالات إحنا بنحتاج يكون فيها leadership authoritarian، وفي بعض الحالات أو بعض المواقف نحتاج يكون فيها democratic، وفي بعض المواقف بنكون محتاجين إنه يكون لازم يكون consensus أو laissez faire. يبقى معناته ما فيش إجابة بتقول أنا بدي أختار leadership style محدد يصلح لكل المواقف، لا، هو الصحيح أنه يجب أن يكون الليدر هو خليط من الأربعة هذولا، ويتم انتقاء الطريقة اللي بده يسلكها حسب الموقف اللي موجود فيه. يعني نضرب مثال، في حالة الإمرجنسي مثلا، في حالة الإمرجنسي وحالة طوارئ، وبتكون مثلا البلد داخلة في مثلا حرب أو مشاكل، وبالتالي هناك قرارات يجب أن تتخذ. في هذه الحالة القرارات الدكتاتورية هي الأفضل، لأنه ما فيش مجال في حالة الطوارئ وظروف الطوارئ أنه إحنا نأخذ آراء الناس، ولسه بدنا نصوت، ولسه بدنا ننزل نأخذ بالإجماع، لا، في حالة مثلا الحروب والجرحى بشكل كبير ما بنفعش نيجي نقول للموظفين في المختبر بالله تعالى بدنا نصوت مين بدي داوم اليوم، مين بدي ياخذ نباتشيه الليله، لا، في هذه الحالات يجب ان تكون القرارات ديكتاتوريه والكل ينصاع لها بشكل كامل، لانه الظرف لا يحتم على المسؤول انه ياخذ قرارات بالكونسنسس بالاجماع او بالطريقه الديمقراطيه. بقول لي to be effective lab manager should vary his decision making approach depending on the situation، اللي بيحكم طريقة الستايل للقيادة هو الموقف نفسه. Lab supervisor may find authoritarian approach to be best when making routine decision about procedure، من المواقف اللي ممكن يكون فيها من المناسب انه يسلك فيها authoritarian approach انه في الوضع القرارات الشغل الروتينيه الطبيعيه، الميكنج روتين ديسيجن، يعني قرارات الروتينيه للبروسيجر. ما بينفعش كل القرار انا بدي اتخذه بما يخص الشغل في المختبر انه انا بدي اعمل عليه تصويت او انا بدي اعمل عليه اجماع، هذا القرارات اللي بتخص السير العمل الروتيني هي قرارات authoritarian approach، ويجب ان تتم اخذها من طرف المدير من غير يعني ابروتش بستايل تاني. ليش؟ لانه
ما فيش داعي، هو هذا روتين، هذا شغل روتيني ومفهوم الخطوات تبعته، وبالتالي في الشغل الروتيني المعروف اليومي ما فيش داعي نحن نعيد ونكرر قصة الكونسنسس والديمقراطيك والكلام هذا. زي ما حكينا في الامرجنسي سيتويشن، الستايل الاوثوريتيريان ابروتش هو الافضل، لانه انت بتحكي عن امرجنسي ما فيش مجال لا تكون ديمقراطي ولا كونسنسس. الطريقه الديمقراطيه ممكن تكون مناسبه كان بي افكتيفلي يوز اف ذا لاب مانجر از ديسايدنج اون ا كلر سكيم فور نيو لاب فيرنيتشر. يعني ممكن في بعض المواقف، احنا ذكرنا بعض المواقف اللي يصلح فيها الطريقه الديكتاتوريه، الطريقه الديمقراطيه تصلح لبعض مواقف اخرى، مثلا لتغيير دهان المختبر، او اذا كانت وزاره الصحه طلبت انه بدها تغير الفرنيتشر الاثاث للمختبر وطلبت منك تحديد لون بترغبه. مش غلط انه انت تكون ديمقراطي وتقول للناس انه احنا بدنا نعمل تصويت على لون الفرنيتشر اللي بدنا ننقيه. يعني في بعض الحالات يعني كويس ان انت تاخذ راي الناس اللي موجودين في اذا كان مثلا الستاف حاب يطلع مثلا رحله وبدهم يختاروا اي مكان، انت في الحاله هذه الليز سفير المناسب انه انت تقول والله انا ماليش دعوه، هي عندكم الامور انتوا اختاروا، وتتركوا الامر بالكامل للستاف. هذا الطريقة الليز سفير في اتخاذ هذا القرار، مثلا في الخروج الى رحله او اخذ نوعيه من الهديه لزميل لهم، اترك الامر للستاف. وبالتالي هذه الحاله وهذا الموقف يصلح له ان تكون المدير ليز سفير. يبقى معناته ان الانواع الاربعه من الليدرشيب ما بننفعش ان احنا نقول افضل نوعيه هو نوع محدد، وانما اللي هو خليط من هذه النوعيات اللي بيحكم على النوعيه هو الموقف ذات نفسه اللي بيكون حاضر في الميدان وقتها، اما بيخليك تستدعي انك تكون ديمقراطي او تكون اي نوع من انواع الليدرشيب اللي احنا ذكرناها. هنا يعني حكمه اداريه بتقول لك great leaders don't tell you what to do, they show you how it's done. القائد الحقيقي بيقول كاش كيف الامور تتسوى، هو بفرجيك كيف انك تسوي، هو بفرجيك كيف تسوي، يعني هو مبادر بنفسه قبل ما يقول لك انت سوي، هو بفرجيك كيف تتسوى وهو اللي ببادر بنفسه. زي ما انتم شايفين الديك، ما بقولش للدجاجات خشوا على الخشبه وامشوا الامور حتكون تمام، لا، هو بفوت وبفرجيهم انه الامور تمام وبفوتوا بعدين. هنا بعض الفروقات ما بين الليدر والمانجر. المانجر اللي هو المدير والليدر هو القائد. طبعا هو في فرق بين المانجر والليدر. الليدر القائد اللي هو بيكون في هو مانجر لكن في نفس الوقت هو قدوه. يعني لما احنا بنقول عن فلان قائد، هو بيكون المقصد فيه انه هو مانجر لكن هو في نفس الوقت قدوه بالسلوك وقدوه بالتصرفات للستاف اللي عنده. اما اذا نتكلم عن المانجر هو مدير، هو مش قائد، ولا هو له قدوه ولا له يعني بصمه يحتذى بها، لا، انما هو يعني بيدير الاشياء. فهنا بقول لك يعني المانجر مانجز، بيدير الاشياء، هذاك انوفيت، هو بيدي لك يعني الهام ملهم. المانجر از ا كوبي، المانجر كوبي، طبعا هو المانجر يعني كوبي من ايش؟ كوبي من اللي قبله، كوبي من القوانين، هو بيطبق القوانين وبس، هو ما لهش بصمة شخصية أو يستخدم روح القانون. لكن الليدر is original، الليدر هو يعني اللي بيكون أصيل وإله بصمة مستقلة بنفسه. المانجر maintains الليدر develop، المانجر بيضله محافظ على القوانين، يطبقها بشكل صارم وبشكل ما فيش فيها روح، لكن الليدر بيطور القوانين الى الافضل حسب الوضع اللي هو موجود فيه. المانجر focuses on system and structure، طبعا المانجر بيركز على السيستم وعلى اللوائح، وكويس انه التركيز على اللوائح والسيستم،
لكن مع أخذ بعين الاعتبار اللي هو الروح والهدف اللي وضعت من أجله هذه اللوائح، لأنه وقت إحنا الناس ترجع للوائح عند الاختلافات، لكن طالما إنه فيش اختلافات بين الناس وفيش تجاوزات وتم تطبيق المصلحة بالتراضي والناس مبسوطة وما فيش في تجاوز القانون ولا إهدار للمال خلص ما فيش مشكلة بتتم إنجاز المعاملات. أما إذا صار خلاف بنرجع للوائح، المانجر هو بيرجع للوائح في كل الأحوال، أما الليدر فوكس إن بيبل، الليدر بيركز على الناس وعلى إرضاء الناس وعلى إن الناس تأخذ اللي إيه تأخذ المصلحة بطريقة سلسة ومريحة بغض النظر عن وجود اللوائح، بس بشرط إنه ما يكونش فيه تجاوز أو تصرفات تخل بالنظام العام أو الإهدار المالي العام. المانجر does things right، الليدر does right thing، المانجر بيسوي الأشياء بالطريقة الصح، بالطريقة الصح لحسب القوانين، يعني بيتم عمل ألف ثم باء ثم جيم، يبقى المانجر do things right، بيسوي الأشياء صح، الليدر بيسوي الحاجة الصح، هو بيسوي الحاجة الصح وكيف إنه يتم يعني العمل أو القيام بالموقف المناسب في الوقت المناسب، هاي المقصود فيها. A person becomes manager by virtue of his position، هو أصبح مانجر لأنه تم ترقيته ووضعه في هذا المكان، لكن الليدر person becomes leader on the basis of his personal quality، الليدر أصبح قائد لأنه له صفاته الشخصية الكاريزما الخاصة فيه اللي بتجعل منه قائد مؤثر وملهم للناس. أما المدير هذا ينحط يعني بالتعيين لأنه بالأقدمية أو بالاجتهاد في جانب معين من الإداري، لكن هو مش ملهم ولا له صفات قيادية ولا ما يحزنون، هو يعني أخذها بال all managers are leaders، all managers are not all leaders. هنا لخبطة، هو مش كل المانجر ليدر، لكن كل الليدر بالضرورة هم مانجر. إن شاء الله نستكمل في المحاضرات القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.